انا معروض عليا وظايف يحلم بيها اي شاب في مصر. امبارح بس طلبوني بواب في عماره 1200 جنيه وانا قاعد على الكرسي. انا ماشي انت قاعد اقعد بالعافيه. لقيت الطبطبه مش موجود. لا هو فين؟ في اجازه. اجازه؟ اجازه اجازه. انت ممكن تتحبسي في ثانيه يا بوسي، المديريه كلها تحت. هو انا ما قلتلكش يا يحيى كل السنين دي؟ لا ما قلتليش. انا معايا شهاده مامه اطفال ما متحبس. صدقي بالله لولا انك بنت والله كنت دفنتك هنا. لا كده بوسي زعلانه. ما تولع بوسي ولا تتحرق وهي وقالا واليوم اللي شفنا فيه بوسي. اذا كنت غلطت واديتك فرصه تحب وتخطب وتصاحب ها؟ فعشان حبيبي على نيته وكل بنات اخواته. ايه ده؟ بس انا خلاص قررت اوقف المهزله دي. انت بتاعي يا يحيى، انت بتاعي. بتاعي؟ ما تقوليش كده، انا مش بتاعك. انا للمره المليون ما بحبكيش يا بوسي. لا بتحبني في السبكونشس. فين يا اختي؟ في السبكونشس. على ورقين فل دلعني، على ورقين فل دلعني، ما احملش الذل دهياني، على ورقين فل دلعني. انا لا حلتي ولا في يدي الا الغويش اللي في يدي. وهتسافر 18 ساعة وقاعد ساكت كده؟ أمال أقف ساكت؟ طلع قرآن يا رب بسرعة. هعرفه والله لا أعرفه. تشرب إيه يا فندم؟ أي حاجة مش حرام. طورك يا فندم. إيه الورقة دي؟ دي ورقة جوز أمي الدهاني مكتوب فيها بالصين، قال لما إن شاء الله أوصل الصين أديها لأي ضابط في المطار هيساعدني. هيساعدك؟ بيقول لك بقى لما بيلاقوا الجثث. هو مين اللي دايماً يقول لي ويعرفني منين؟ ما تقاطعنيش. بيقول لك لما بيلاقوا الجثث ده إذا لقوها أصلاً بتبقى جثث ميتة وبعيدة عنك، بيبقوا عاملين كده. لا 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 يا اخوانا، يا امن المطار، يا اسعاف، معايا واحد وقع من الطياره. هو انت مت قبل كده؟ مت قبل كده؟ هي عندها نت؟ عندها ايه؟ نت فيسبوك هوك. عندها. النبي ده اللي تعبها وهيجننها ان شاء الله وهيجنن 4 مليون غيرها. لا دخلت على حد او حد دخل عليها طلب صداقه، فهي قبلت الصداقه، عمل لها البحر طحينه وقال لها انت ملكه جمال الكون، وجوزها قال لها انت ملكة جمال بلدنا بس. فجالها احباط، هتسيب الواد والبت وابوهم لمين وتروح تطير معاه في السماء بتاع صباح الخير على عيونك يا طير. وجوزها ما يعرفش يقول الكلمتين دول باخرهم الار. يا بنتي لازم يكون سبب لاي مرض، لا جن هيركب البني ادم ولا هيلبس فيه ولا والنبي الاقيش عندك شويه اخلاق وحشه. زي ايه؟ قله ادب، قله حياة، دناوه، خنفسة. خنفسة؟ جاية من خنفس يعني. نفاق، أنانية. لا والله يا ابني كلها خلصت. أنا فعلا بعت ايميل امبارح لكل المدرسين. ميل اسمه ايه؟ ميل بس. تمام يعني. دير تيتشرز، مدرسين عزيز. لا ما هي مشكلة مش هنا خالص، المشكلة في اللي جاي بقى. I will cut your bread if late again. هقطع عيشك لو تأخرتوا تاني. People ate my face and we are wearing in the wall. الناس بتاكل وشي واحنا بنلبس في الحيطه. ايه We have children our next may god damage your house. عندنا عيال في رقابينا الله يخرب بيوتكم.